أدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة رحمه الله. بعد ذلك تقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التعازي بوفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة رحمه الله من أصحاب السمو والمعالي كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، حيث أعربوا عن أحر تعازيهم وصادق مواساتهم لسموه في هذا المصاب، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد عن خالص شكره وتقديره للجميع على تعازيهم ومواساتهم وما أبدوه من مشاعر طيبة ونبيلة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.